السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم في المحاضرة دي عن نوع جديد من النيورال نيتورك، الهوب فيلد نيورال نيتورك. وهي نيورال نيتورك بتعمل سيميوليت للبرين ميموري. يبقى انا عايز اعمل ايه؟ اعمل سيميوليت لمين؟ للبرين ميموري. طب البرين ميموري دي بتعمل ايه؟ بتعمل ستورنج، بتخزن. الغرض من الهوب فيلد نيورال نيتورك ان انا اخزن باترن، اور ان انا اعمل ريكوجنيشن لايه؟ لفول باترن باستخدام بارشال انبوت. طب مش واضح الكلام ده؟ بس اول وظيفه للهوب فيلد نيورال نتورك ان هي تستور، يبقى ميموري. يبقى هي موديل لايه؟ لميموري. يبقى هي موديل، بنعمل موديلنج لايه؟ للبرين ميموري. وكمان حاجه تانية ان هي ايه الوظيفه التانية؟ ان هي تعمل ريكوجنيشن لفول باترن. طب ما اي حاجه ممكن تعمل ريكوجنيشن، لا ده باستخدام بارشال انبوت. المفروض عشان هي كانت تعمل ريكوجنيشن لازم يبقى فول انبوت، انبوت كامل. احنا دخلنا لها بارشال انبوت وهي قدرت ان هي ايه تعمل ريكوجنيشن للفول ايه باترن. طب مش واضح الكلام ده؟ ناخد اكزامبل. عندنا ابلكيشن اسمه اوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن. ده ايه؟ عباره عن ايه؟ ده بيستخدم سكانر. السكانر ده بيعمل سكان على انبوت تكست. يبقى انا عندي دلوقتي الانبوت عباره عن ايه؟ انبوت تكست، بستخدم سكانر بيعمل سكاننج ليه. وبعد ما بقى بيعمل سكاننج بيبدا اكستراكت من الانبوت تكست دي الكاركترز اللي فيه، ويروح عاملهم فين؟ ويحطهم في فايل. طب لو الانبوت تكست ده اللي قبل ما اعمل سكاننج اتكب عليه قهوه، هل هيقدر الابليكيشن بتاع الاوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن ده، هل هيقدر يتعرف على الكاركترز في التكست بعد ما هو اصبح في كوربشن؟ كوربشن ده ليه؟ فين الكوربشن ده؟ جاي من ايه؟ جاي من ان انا كبيت عليه قهوه. هل هو هيقدر يتعرف على الحروف اللي في التكست ده بعد ما انا كبيت عليه قهوه؟ مش واضح. نوضح تاني. ايه اللي في اليمين ده؟ اللي في اليمين ده الايمج بتاع مين؟ بتاع حرف تكست، ماشي. يبقى ده حرف فين؟ في الانبوت تكست اللي عملت له سكاننج. الحرف ده حصل فيه ايه؟ كوربشن، نويز. ازاي؟ قلت ان انا كبيت عليه اي حاجه فاصبح جزء من الحرف نويزي، كوربتد، في ديستورشن. هل هيقدر لما ادخل الحرف ده على الهوب فيلد نيورال نتورك، وده بارشال انبوت اهو، ده بارشال انبوت، هل هو هيقدر يريكوجنايز ان الحرف ده هو التي؟ يبقى انا اقدر اقول الوظيفه الثانيه للهوب فيلد نيورال نتورك ان هو هيقدر يعمل ايه؟ هيقدر ان هو يريكوجنايز الفول باترن ده باستخدام بارشال انبوت، جزء من الحرف. طب هو المفروض ان انا عندي كام حرف؟ هيبقى عندي مثلا سي المفروض الالفا بيت كام؟ 52 باترن. ليه؟ لان في جزء ابر ولور ايه كيس. الهوب فيلد نيورال نتورك هتعمل مجموعه فيو اتريشنز، مجموعه من الاتريشنز، وفي الاخر هتقدر تريكوجنايز ان ده هو ايه حرف الايه التي. عايزين نعرف ازاي الهوب فيلد نيورال نتورك هتعمل الكلام ده. يبقى احنا قلنا اكزامبل ليه عشان ما يطلعش من دماغك يعني ايه هوب فيلد نيورال نتورك. Another definition للهوب فيلد نيورال نتورك قالك هي a recurrent neural network RNN. ليه بقى؟ قالك عشان بيبقى فيه فيدباك من الاوتبوت للانبوت، ومش بس كده، وعلشان هي بتكريت دايركتد جراف. يعني ايه دايركتد جراف؟ الناس بتاع البرمجه بتبقى عارفه يعني ايه دايركتد جراف. يعني لو عندي نيورون 1 وده نيورون 2، اقدر ايه اروح منه وارجع له. يعني امشي فين؟ باي دايركشنال، في اتجاهين، منه ليه. يبقى معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك النيورون بيتعامل از بياكت از انبوت واوتبوت. يبقى النيورون بياكت از ايه؟ انبوت واوتبوت. ده act as input، بيتعامل ان هو input و output at the same time.
طيب الريكارنت نتورك دي اللي اكتشفها واحد او اللي عمل سوليوشن ليها اسمه جون هوبفيلد، وهو اللي عملها فورميوليشن باستخدام الهوبفيلد نيورال نتورك. وكان الاساس منها او البرنسبل بتاعه ان هو يعمل ستورنج، مش احنا لسه قايلين عشان تستور باترن دي اللي هي الانفورميشن فين؟ باستخدام دايناميكالي ستيبل نتورك اللي هي الهوب فيلد نيورال نتورك. عايزين نشوف الكلام ده هيحصل ازاي. طيب قالك ان كل النودز في الهوب فيلد نيورال نتورك كلها عباره عن ادي سين، ده عندي دي الثري نودز هوب فيلد نيورال نتورك، فيها كام نود؟ نود يعني نيورون 1 2 3. قالك كل نيورون عباره عن ايه او نود، هو عباره عن انبوت واوتبوت الاثنين. ومش بس كده، وهوب وكل النودز اور النيورونز كل نيورونز فولي انتركونكتد. يعني ايه؟ يعني النود دي اور النيورون ده عباره عن ايه؟ كونكتد بكل النودز كلها اللي في مين؟ اللي في النتورك. وده نفس الكلام، كونكتد النيورون ده او النود ده عباره عن كونكتد بكل النيورونز اور النودز فين؟ في النتورك. يبقى دي اسمها فولي انتركونكتد. وقلنا ان كل نود اور نيورون هو ان انبوت واوتبوت، وده بيكون لي الدايركتد ايه؟ جراف. دايركتد جراف يعني ايه؟ يعني هو البي ايه يعني بتوين تو نودز دول في ايه كونكشن منه ليه، يعني ايه باي دايركشنال ايه كونكشنز. وحاجه مهمه كمان قلناها، ان كل النودز هي انبوتس للنودز الثانيه. يبقى كل النودز هي انبوتس للايه؟ للنودز الثانيه، وهم برضو اوتبوتس. طب مش واضح، تعال نوضح تاني بقى باكزامبل. ده جراف تاني بيوضح نفس الكلام، الايه الهوب فيلد نيورال نتورك سنجل لاير ان ايه نيورونز. فين النيورونز؟ ادي من 1 لحد ايه ان، هي نفس الرسمه اللي فاتت بس بشكل تاني. نلاحظ اهو الاوتبوت في فيدباك منه لايه؟ للانبوت. اهو الاوتبوت بتاع النيورون ده في فيدباك للايه؟ للانبوت. وكل الاوتبوتس هي ايه؟ انبوتس. كل نيورون اكت از اوتبوت قصدي او انبوت. نفس الكلام اهو، تعالى ده نفس الكلام، الاوتبوت بتاعه في فيدباك من الاوتبوت للانبوت. فين الانبوت ده بتاع ده؟ اهو. ازاي اعمل تريننج للهوب فيلد نيورال نتورك؟ قالك ازاي نعمل تريننج ليها؟ قالك بان انا اجيب الويتس بتوين الايه النودز دي اور النيورونز. لو انا جبت الويتس بين النودز وبعضها يبقى انا كده عملت تريننج. طب قالك سهل جدا، قالك في اكويشن. طب ليه انا هجيب الويت؟ ليه اللي هجيب الويتس اللي بين النيورون؟ عشان استور. مش انا قلت اول غرض من الهوب فيلد ان انا استور ايه؟ باترن. ان انا اعمل ايه؟ استور باترن. طيب قالك في اكويشن هي دي اللي بتحسب مين؟ دي اللي هي علشان اقدر اكالكوليت الويتس. قالك هي دي الايه؟ الاكويشن دي. طب انا مش فاهم ايه الاكويشن دي. الاكويشن دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي لو انا عندي ان باترن، يبقى انا عندي كام باترن؟ يبقى انا لو عندي ان باترن عايزه ايه؟ اخزنهم في مين؟ في الهوب فيلد نيورال نتورك. عايز اخزن الان باترن دول، اعمل ايه؟ هيبقى الويت، هجيب الاليمنت العناصر الويتس بتاع ايه اللي هي اللي بتبقى موجوده على الكونكشنز بتوين كل نود ونود. هجيبهم ازاي؟ هجيب الويت بتاع كل كونكشن ازاي؟ هجيب الويت بتاع كل كونكشن عن طريق الاكويشن دي. طب الاس دي اللي هي ايه؟ نمبر اوف باترنز. طب تعال نطبقها، لو انا عندي باترن ايه واحده، انا عايز اخزن، عايز اعمل ستورنج الباترن واحده. طب الباترن دي بتبقى عباره عن ايه؟ باينري ريبريزنتيشن. يبقى سي انا عندي اس دي ب1، يبقى انا عايز اخزن ايه؟ باترن واحده. يبقى انا عايز استخدم بس الهوب فيلد عشان اخزن باترن واحده. طيب يبقى أول حاجة تعالى نشوف دي كده، لو حطينا دي بواحد يبقى هتطلع ايه؟ 2VI minus 1 2VIJ minus 1. عوضنا بس عن مين؟ يعني الـ S بـ 1، المفروض هنا في 1 وهنا 1. طب لو أنا عندي باترن تانية؟ يبقى هدي بأول واحدة الباترن الأولية بلس، لو عندي باترن تانية عايز أخزنها هتبقى عبارة عن 2VIJ
I 2 minus 1 times كام 2 V J 2 minus 1. ده لو انا عندي كام باترن؟ اتنين، عايز اخزنهم فين؟ في الهوب فيلد نيورال نتورك. يبقى هجيب ايه؟ هجيب الويتس الكونكشنز بتوين النودز دي اللي موجوده فين؟ في النيورال نتورك. طب تعال ناخد بس الاول حاجه سيمبل، لان احنا نبدا بس ان انا عايز اخزن ايه؟ باترن واحده. طب ايه؟ طب معلش، ايه هي الفي اي ده؟ ده ال في ده، دي هي قيمه كل بت فين في الباترن دي. يبقى في اي دي اللي هو مين؟ يبقى دي قيمه البتس بتاع مين؟ بتاع مين؟ بتاع الباترن دي. مش الباترن دي عباره عن باينري ريبريزنتيشن؟ عايز ان انا اجيب بقى سي، تعالى ناخد اكزامبل. سي انا عندي الباترن دي، فالباترن دي اسمها في اي 1. يبقى دي 1 يعني ايه؟ يعني الباترن الاولى اللي انا عايز اخزنها. اي يعني ايه؟ الاندكس بتاع كل عنصر في الباترن. يبقى ده في ايه؟ ده في 1 وده في 2 وده في ايه 3 وده في 4 وده في ايه وده في 5. طيب انا عايز استخدم الهوب فيلد نيورال نتورك عشان ايه؟ اعمل ستور، اخزن مين؟ الباترن دي. طيب عشان اعمل ستورنج للباترن دي هستخدم كام نود؟ هستخدم هوب فيلد نيورال نتورك فيها كام؟ 5 نودز او 5 نيورونز. طيب قال لك علشان ده، مش انا اللي قلت، هوب فيلد العالم اللي هو اسمه هوب فيلد ده قال ايه؟ ففي الحاله دي هحتاج ماتريكس كام؟ علشان ده دايركتد جراف، هحتاج طالما انا عندي 5 نيورونز يبقى انا هحتاج ماتريكس 5×5. يبقى ما هحتاج كام ويت؟ هحتاج 25 ويت عشان عندي 25 كونكشن. طيب انا مش واضح الكلام ده معايا، انا دلوقتي المفروض هبقى متخيل ايه؟ انا عندي كام نيرون او كام نود؟ واحد 1 2 3 4 5. المفروض ايه؟ المفروض ان انا عايز اجيب الويتس من بتوين كل الايه؟ النيرونز او النودز دي. يا نهار ابيض، هجيب ده كله. طيب فقال لك انا المفروض طالما عندي 5 نيرونز يبقى انا عندي كام؟ 5×5 ويتس. عندي ماتريكس الدايمنشن بتاعتها 5×5 يعني 25 ويت عايز اجيبهم. طب الايكويشن لسه بتقول اهي، تعالى نطبق الايكويشن. انا هخزن كام؟ عايز اخزن باترن واحده، يبقى هستخدم الايكويشن السيمبل اللي احنا لسه قايلينها. فقال لك تعالى نجيب مين؟ بين 1 و2 W1 2. هطبق عليها الرول اللي احنا لسه قايلينها. انا المفروض عايز اخزن كام؟ المفروض انا عايز اخزن مين؟ الباترن دي. تمام، ابدا اهو من بين 1 و2، النيرون 1 و2، يبقى V1 وفي ايه وV2. ويت 1 يعني من النود 1 للنود ايه 2. طيب ادي الايكويشن دي هو اللي عطهاني، اللي هو ايه؟ هوب فيلد عملها علشان انت ايه؟ تجيب الويت. قال لك ايه؟ 2V1. فين V1؟ او دي V1 اللي هو بكام؟ بزيرو. ادي زيرو، 2V0 بزيرو، ماينس 1 كونستانت، 2×V2. V2 فين؟ اهي ب1. يبقى 2×1 ب2، ماينس 1 يبقى يديك كام؟ -1×1 يبقى -1. يبقى انا جبت الويت بين ايه؟ بين النيورون الاولاني والنيورون الثاني، او النود الاولاني والنود الثانيه. اخش بعد كده، ها عايز اجيب بين مين؟ بين النود الاولانيه والنود الثالثه W13. اجيبها ازاي؟ 13 W13. يبقى اهو اطبق نفس الكلام، يبقى 2V1 -1 2V3 -1. V1 بكام؟ بزيرو، وV3 بكام؟ ب1. يبقى هيطلع نفس الكلام. طيب بين النيورون الاولاني والنيورون كام؟ الرابع، اللي هو W14 كام؟ W14 1
V1 بزيرو V4 بكام؟ بزيرو. اه تعالى بقى نشوف، يبقى هحط هنا ايه V1 بكام؟ بزيرو، يبقى ده بزيرو خلاص. طيب احط V4 بكام؟ بزيرو، ادي بزيرو اهو، يبقى ماينس 1 تايمز ماينس 1 يديك ايه؟ 1. عندي سؤال لحد ما اجيب مين؟ W45. طب دول كام واحد انا جبتهم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. جبت كام؟ جبت 10 10 ويتس. طب فين الباقي؟ ده المفروض في 25. قال لك لا، ما هو هوب فيلد قال لك ان الويت ماتريكس بتاعه الهوب فيلد نيورال نتورك بتكون سيمتريك ماتريكس. يعني ايه سيمتريك؟ يعني انا جبت دول كده اللي هم العشرة اللي فوق، الابر دياجونال اللي فوق، اللور هيبقى ايه؟ ايكوال. يبقى ده، يبقى دبليو 1 2 هي ايكوال ايه؟ 2 1 1 3 هي ايه؟ 3 1 ودي اللي هي كام؟ ودي اللي هي 1 4 اللي هي ايكوال ايه؟ 4 1 اند سو اون. طب ايه بقى اللي هو ده ليه انا ما جبتش ده؟ قال لك لا، ده هو بيقول لك ان دايما على طول الكونكشن بتاعه النود اور النيورون مع نفسه بتكون بايه؟ الويت بتاعه بكام؟ بزيرو. يعني ده في كونكشن مع نفسه الويت بتاعه بكام؟ بزيرو، وده برضو في الكونكشن بتاعه مع نفسه بزيرو، وده الكونكشن بتاع ده بزيرو، وده الكونكشن بتاعه مع نفسه بايه؟ بزيرو. يبقى انا كده قدرت اجيب مين؟ الويت ماتريكس، عشان ايه؟ استور، عشان اخزن ايه؟ باترن واحده، اخزن 1 باترن. طيب اقدر ان انا طبعا كده اقدر دلوقتي ان انا كده اعمل ايه؟ اعمل دول كوبي بيست. فين اللي فوق دول؟ احطهم ايه؟ تحت، عشان هي سيمتريك ايه؟ ماتريكس. ويبقى انا كده جبت مين؟ الويت ماتريكس اللي هي 5 في تايمز 5. طيب انا جبت كده الويت ماتريكس عشان اخزن ايه؟ الباترن دي، ودي الباترن الاولى، قلنا ده كده يعني الباترن الاولى. عايز اجيب بقى الويت ماتريكس عشان عايز اخزن باترن تانية بالشكل ده. فقال لك يبقى انا اعمل ايه؟ عندك حلين، هجيب الويت ماتريكس بتاع دي زي ما جبت الويت ماتريكس بتاع الاولانيه، وبعد كده اجمعهم على بعض، يبقى انا اجيب الويت ماتريكس بتاع الهوب فيلد نتورك كلها، عشان اقدر اعمل ايه؟ عشان اقدر اعمل ستورنج للاتنين مع بعض. طيب فيبقى في حل، يا اما الحل التاني ايه؟ يبقى انا جبت الماتريكس بتاع دي والماتريكس بتاع الويت ماتريكس بتاع دي والويت ماتريكس بتاع دي وجمعتهم، يبقى انا جبت الويت رام ماتريكس بتاع مين؟ النتورك كلها، علشان تستور مين؟ تنستور الاتنين مع بعض. اور في حل تاني ان انا استخدم الايكويشن اللي احنا لسه قايلين عليها دي، اللي احنا نقول ان احنا عندنا تو باترنز ونستخدمها بالشكل ده، بس هقعد اعمل لكل واحده كده. يبقى هنا الاس بكام؟ المفروض ب2. الاس عندي هنا اللي قصدي الان بكام؟ ب2. انا عندي ان باترن، يبقى مره هنا اخليها ب1 الاس ب1، ومره اخليها بايه؟ ادي ب1 اهي، ومره ب2، واعمل سبستيوشن، وفي الاخر اجيب مين؟ W12. اور ان انا اعمل ايه؟ هجيب الماتريكس بتاع دي لوحدها، انا جبت دي خلاص، واجمعها على الماتريكس الويت ماتريكس بتاع دي، يبقى انا جبت مين؟ الويت ماتريكس بتاعه الايه؟ النيورال نتورك كلها، اللي هي تعمل ايه؟ تعمل ستورنج للتو باترنز دول، عشان اقدر اخزن الاثنين ايه؟ يبقى انا اقدر كده استخدم ال 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 الهوب فيلد نيورال نتورك علشان تخزن ايه؟ التو باترنز مع بعض. انا برضو كتبتها لك اهو، اور ان انا اعمل ايه؟ اعمل احسب ايه؟ السكند ماتريكس اللي هي الويت ماتريكس، اكتب فوق دي كده اللي هي الويت ماتريكس بتاعه الباترن الثانيه، واجمعها على بتاعه الاولانيه الويت ماتريكس بتاع الباترن الاوليه، واجمعهم يبقى السميشن بتاع التو ماتريسيز دول، هو ده ايه؟ الويت ماتريكس بتاع ايه؟ الهوب فيلد نيورال نتورك، اللي تقدر ايه؟ اللي من خلالها اقدر اعمل ستورنج للباترن دي والباترن دي. هنفرض ان انت خلاص حسبت الكلام ده، المفروض تقدر انت تحسبه، بعد ما حسبناه لازم تعمله بايدك. فجبت مين؟ جبت الويت ماتريكس اللي هي برضو 5 في 5 دي لمين؟ 2 دي يعني للبيه للباترن التاني. طيب عايز اجيب بقى اللي هي الاوفر اول بتاع الايه؟ النيورال بتاع النيورال نتورك، الهوب فيلد نيورال نتورك، هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى اللي هي بتاع الباترن الاولانيه بلس بتاع مين؟
الويت ماتريكس بتاع الباترن الاوليه بلس الويت ماتريكس بتاع الباترن الثانيه. دي بتاع الباترن ايه الثانيه اللي هي دي اهي، ودي اللي احنا جبناها في اول خطوه. نقدر نجمعهم يبقى ايه؟ يبقى جبت مين؟ الويت ماتريكس، يبقى دي الويت ماتريكس. دي بتاع مين؟ بتاع الاوفر اول ايه؟ دي بتاع المات بتاع مين؟ بتاع الايه النتورك كلها، بتاع الهوب فيلد نيورال نتورك اللي بتعمل ايه عشان تو ستور تو باترنز، عشان اخزن مين؟ تو باترنز. والتو باترنز عارفين شكلهم ولا لا؟ اللي احنا لسه قايلين عليهم. تعالى الجزء الثاني من الهوب فيلد نيورال نتورك، ازاي ان انا اعمل ابديت لنود يعني نيرون صح فاليو في الهوب فيلد نيورال نتورك. احنا خلاص شفنا الهوب فيلد لما خلاص عملنا لها ايه، جبنا الويت ماتريكس اللي تقدر تعمل ستور لمين؟ للتو باترنز دول. احنا ده كل اكزامبلز عشان نوضح. طيب دلوقتي انت ملاحظ ايه؟ ملاحظ ان هما يعني الاختلاف بين التو باترنز دول في ايه؟ في تو بيتس بس صح، اللي هو مين البيت ده والبيت مين ده صح، دي 0 1 ودي 1 ايه 0. طيب انا لو حبيت بقى اعمل ايه ابديت للنود الثالثه او النيرون الثالث، او عايز اعمل ابديت لمين؟ للايه؟ للنيورال نتورك دي. هناخد الاول ان جنرال وبعد كده نتكلم عن نيورون واحد بس، وبعد كده نتكلم عن ازاي ان احنا نعمل ايه ابديت لكل الايه النيورونز او النودز. طيب تعالى لو انا دلوقتي خليت ايه اعمل ابديت لمين باستخدام استخدمت الباترن ده تمام، لو انا حبيت اعمل ابديت بس النود، يعني المفروض الباترن ده مش واحده بس، ده دول ايه خمسه، فانا همسك واحده واحده وبعد كده ايه اللي هعمله على نود واحده اعمله على الايه النودز الثانيه. طيب قال لك علشان تعمل ابديت لنود، احنا دلوقتي المفروض ان المفروض النودز اللي هي اللي احنا اخدنا اخر اكزامبل ان هو احنا عندنا ان النتورك دي كلها بتعمل ستورنج الايه لتو باترنز. طيب لو انا عايز بقى اعمل ابديت لايه باستخدام ايه الباترن ثالثه هعمل ايه؟ قال لك هعتبر همسك كل نود لوحديها، يبقى انا عندي كام؟ خمسه، من واحد لخمسه نيرون، هعتبر كل نود از ايه بيرسبترون. ايه بيرسبترون ده؟ ده اللي هو كان بيعمل سم اوف برودكت وبعد كده كان بيعمل اكتيفيشن فانكشن. يبقى همسك كل ايه نيرون واعتبره ان هو ايه بيرسبترون، ايه واللي هو البيرسبترون ده اللي هو كان بيعمل السم اوف برودكت، وكان بعد كده بطلع الاوت بتاع السم اوف برودكت ادخله على الاكتيفيشن ايه فانكشن. طيب انا مش فاهم الكلام ده يعني ايه، مش واضح. يبقى قال لك اول حاجه انا دلوقتي انا همسك كل نود لوحدها، انا عايز اعمل ابديت للباترنز اللي هنا بالباترن هي كام؟ 5 وانز. يبقى ال 5 وانز دي هتعمل ايه؟ هدخلها على كل مين؟ همسك اولا هعمل ابديت لنود واحده، هدخل كل الايه كل الانبوت فاليوز اللي هي من 1 ل 5 من 1 لحد 1 اللي هما 5 وانز خمس وحايد، هدخلهم مين على مين؟ سي انا هتكلم هنا عن النيورون اللي هو التالت، خلينا في التالت عشان احنا واخدين اكزامبل هنا على التالت، وهمسك الايه الفايف وانز دول اضربهم في ويتس واجمع وبعد كده ادخلهم على الاكتيفيشن فانكشن. طب انا مش فاهم ده المفروض ايه الباترن اللي هعمل بيه ابديت اللي هو الكام الفايف وانز. طب ده مين الويت ده اللي هو مين؟ مين الويت الجي اي ده اجيبه منين؟ ده اللي هو دبليو جي 3، ده الكولوم الثالث في الويت ماتريكس بتاع الهوب فيلد نيورال نتورك. يبقى انا معنى ذلك ايه؟ لو انا حبيت اعمل ابديت للنيورون اور النود 3 يبقى معنى ذلك ايه؟ هاخد مين؟ هاخد الكولوم التالت بتاعها من الويت ماتريكس واضربها في مين؟ في الباتر تمام؟ وبعد ما اضربهم اجمع وبعد كده ادخلهم على الاكتيفيشن فانكشن. طب لو قال لي ايه؟ قال لي لو طلع ان السم اوف برودكت بتاع دول اكبر من
او يساوي الزيرو يبقى الاوتبوت بتاعتها بون. طب لو كان اقل او اذروايز او ايلس يبقى هيبقى بقيمه الاوتبوت بكام؟ بالزيرو. يبقى هنقول تاني، لو كان الصمت ده طلع اكبر من او يساوي الزيرو يبقى الاوتبوت هيطلع ايه؟ 1. طب لو كان اقل من الزيرو يبقى الاوتبوت هيطلع 0. طب تعالى نشوف الكلام ده نعمل بيه ان ايه، نطبقه على الايكويشن WJ3VOVJ صح؟ طيب الW ده هو مين؟ ده الكولوم التالت في الويت ماتريكس، او هاتهم element element عنصر عنصر مفيش مشكلة. V1 ده اللي هو ايه؟ ب1. V2 ده اللي هو بكام؟ ب1. V4 بكام؟ ب1. V5 ب1. طب ليه ما قلناش V3؟ ما هو V3 في W 33، و33 اي كونكشن لاي نيرون مع نفسه بزيرو، يبقى ده بزيرو فمش محتاجين نكتبه، بس ممكن تكتبه عادي. طيب جبت الايه القيمه بتاع الويت من الويت ماتريكس اللي هي بتاع الاوفر اول هوب فيلد نتورك اهو، وده بتاع ده ماينس 2 و دبليو 5 3 طلعت ب 2، طلع بكام؟ بزيرو. ابدا اطبق عليها الكونديشن، لو اكبر من او يساوي الزيرو يبقى الاوتبوت هيطلع بكام؟ ب1. يبقى معنى ذلك ايه؟ النيرون ده هل قيمته اتغيرت؟ لا، يبقى قيمته ما اتغيرتش. ليه؟ لان ال V 3 ايكوال كام؟ 3 ب1. يبقى معنى ذلك ان هو مازال ايه زي ما حصلش تغيير. ليه؟ يبقى ده معناه ان احنا ما حصلش اي تغيير خالص او ابديت. ليه؟ لان الانبوت كان 1 فبرضه مازال مين؟ ال V3 اللي او طلع منين من نيرون ده هو ايه؟ 1. بمعنى ذلك ايه؟ ان ما حصلش اي ابديت، يبقى ما فيش اي تشينج. طب في حته ثانيه ممكن احنا ده بنعمله ايه باستخدام ماتريكس فورم؟ نفس الكلام زي ما قلت لك، يبقى اضرب الكولم الثالث في الويت ماتريكس في الكرنت ستيت اللي انا هعمل بها ايه ابديت، يديك مين؟ الويتد سام. بعد ما اجيب الويتد سام بالشكل ده اقدر ايه، ادي ده كولوم التالت صح في مين؟ في الكرنت ستيت، يديك برضو مين؟ ده الويتد سام. اقدر بعد كده اعمل لكم اللي هو ان انا اطبق عليه الاكتيفيشن فانكشن، ممكن تختلف كل حسب ما انت عايز. اللي احنا دلوقتي ماشيين عليه الديفولت بتاعنا لو ما قلتلكش، لو اكبر من او يساوي الزيرو اهو بيساوي الزيرو يبقى ايه؟ يبقى الاوتبوت هيطلع بكام؟ ب1. معنى ذلك اهو طلع بكام؟ ب1. يبقى معنى ذلك ان احنا ممكن نكونكلود، يبقى احنا برضو نقول الحته دي مهمه، ان هنا ايه لما انا جيت اعمل ابديت للنيرون الثالث في ده لسه في اول ابديت، عايزين لسه نعمل ابديت لبقيه النيرون، طلع ان هو بايه ما حصلش ايه تغيير.